طبعا فرقتنا استعداداتها بعد وصولها الى كونغو لمواجهه فيتا كلاب يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله في الجوله الرابعه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. استقبل بالامس حمدي شعبان وهو سفير مصر في الكونغو بعثه النادي الاهلي برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي عقب وصولهم مباشره. امبارح كمان وقبل السفر مباشره كان الكابتن محمود الخطيب حريص على الالتقاء بلاعبي الفريق والجهاز الفني والاداري عقب المران الجماعي وقبل السفر مباشره الى الكونغو لمواجهه فيتا كلاب. قال الكابتن محمود الخطيب لكل اللعيبه كلام في منتهى الاهميه من ضمن الكلام اللي قاله، وقال لابد وان نتوجه الى الكونغو بشخصيه النادي الاهلي ولابد وان نخوض مباراه فيتا كلاب بمنتهى القوه وبمنتهى الجديه. ما كان يجب ان نكون في هذا الموقف ولكن ثقتنا فيكم كبيره. بص يا كريم، يعني بصراحة وفعلا كابتن محمود الخطيب يعني لا يتوقف عن دعم الفريق وتوجيه اللاعبين كمان باستمرار، هو بيبقى حريص على كده. وامبارح قال لهم كمان إضافة للكلام اللي أنت قلته إن أنتم قادرين على تصحيح الأوضاع، تحقيق النتيجة الإيجابية اللي هتساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي ومواصلة المشوار في دوري الأبطال. شدد كمان، خليني أقول لحضراتكم في حديثه، على إن لاعبي الفريق بتقع عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، وأكد عليهم ضرورة بذل أقصى الجهد أمام فيتا كلوب والعودة إلى الوطن منتصرين. الكابتن محمود الخطيب اكيد كمان يعني اكد ليهم على ثقته وثقه جماهير الاهلي في كل العناصر الموجوده، قدرتهم على تقديم المباراه اللي تليق بالنادي، تحقيق طموحات جماهير الاهلي. اختتم رئيس الاهلي كمان لقائه مع اللاعبين بقرايه الفاتحه وبعد كده توجهوا للمطار، ان شاء الله يعودوا منتصرين باذن الله. ان شاء الله. والحقيقه يعني كل النقاط اللي ذكرها كابتن محمود الخطيب نقدر نقول ان ده الحد الادنى المتوقع من قبل جماهير النادي الاهلي. يعني احنا الفتره اللي فاتت كان عندنا شيء من التحفظات على البعض من الامور، بيتهيألي مفيش مساحه ان الموضوع ده يتكرر مره ثانيه او ان احنا يكون عندنا نفس التحفظات. مفيش رفاهيه التكرار ده. صحيح. طبعا.